تمام يا باشمهندس، يعني انت دلوقتي عندك مشكله في ان احنا نطلع الاستايلات بدل ما تبقى جوه الاتش تي ام ال نطلعها في مكان لوحدها؟ لا ما عنديش مشكله، يعني تقدر تطلع كل الاستايلات من هنا تحطها هنا؟ اه اقدر اعمل كده. طب هتعمل كده ازاي؟ هات يا عم كل الاستايلات ديت اللي في البادي، واروح اعطيها لمين؟ واروح اعطيها للبادي فوق هنا، تكست الاين سنتر، البادنج والمارجن. طب لو انا نزلت سطر في مشكله؟ لا ما فيش مشاكل، طول ما انت فاصل من بين الخاصيه والخاصيه بسيمي كولون الدنيا شغاله معاك. هل محتاج كلمه ستايل دي في حاجه؟ لا مش محتاج كلمه ستايل في حاجه. الموضوع صعب؟ لا سهل، خلاص فهمناه. طب تعالى كده نشوف التصميم بتاعك، ما حصلش فيه اي تغيير، الدنيا زي ما هي، الحاجات واخده تكست الاين رايت بمين؟ بان عطيت للبادي تكست الاين رايت. ما فيش مسافات في بدايه التصميم؟ اه ما فيش. ليه؟ لان انا عطيت للبادي ايه؟ ما فيش ولا مارجن ولا بادنج. طيب ما تيجي تعمل كده بقى على بقيه الديفات، يعني تعالى اهو عندك ديف اهو، يلا عاوز اعمل سيلكتور. السيلكتور ده قلنا يعني ايه؟ اه بنادي على العنصر اللي عاوز اديله ستايلات، اروح اقول له والله يلا يا ديف، يلا يا ديف افتح لي قوسين عشان اكتب الستايلات بتاعتك، هدي له حبه الالوان ديت وحبه التنسيقات ديت، واروح حاططها في مين؟ جوه الديف ده، صح؟ مش ده اللي انت لسه قايله لي؟ بنادي على الديف واروح حاطط له ايه؟ التنسيقات ديت، وتعالى نشوف التصميم بتاعنا بقى شكله ازاي؟ ايه ده يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ايه الازرق اللي ضرب في كل حته اديله ده؟ كلاس بقى. ادي له كلاس. الباشمهندس بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت لما ناديت على باسم الديف انت ما حددتش انهم ديف، صح؟ مش ده ديف وده ديف وده ديف. السي اس اس او الكومبايلر يعرف منين ان انت تقصد الديف دوت مثلا او ده؟ يعرف منين؟ قال لك انت لازم تناجي عليه باسم تاني غير اسم الديف، يبقى اسم مميز ليه بقصد بيه الديف ده بس عشان ياخد اللون الازرق. طيب اخدنا قبل كده في الاتريبيوتس ان في اتريبيوت بيدي اسم للايه؟ للديف ده اللي هو كان مين؟ اتريبيوت اسمه اي دي. قلنا الاي دي دوت هو اسم بيعطى للعنصر، انا هدي له ايه مثلا؟ اسميه زي ما انت عاوز، عمر مثلا، خلاص؟ انا عاوز اناجي على عمر ده بدل ما اناجي عليه بكلمه ديف، فلما اقول له يا عمر يبقى اقصد مين؟ اقصد الديف ده بس، ما اقصدش ايه؟ اي ديف تاني، خلاص؟ بنادي عليه باسمه هو بعينه ده، خلاص؟ تعال بقى نديله حاجه بقى، واحنا بنختار الاسماء لازم تبقى حاجه احترافيه شويه. احترافيه يعني اعمل له ايه؟ قال لك تدي له اسم ليه معنى مينينج فول، يعني انت ده الديف الاساسي، فاقول له ايه؟ ده المين ديف مثلا، ده الديف الاساسي مثلا، يعني انا اسم ده انا مخترعه من دماغي. طيب حلو، يلا بينا. عاوز تدي له هنا انادي عليه بالمين ديف واقول له ايه؟ قوسين وقوسين وباك جراوند كولر لونها ازرق، ارجع للتصميم، بوم، مفيش اي حاجه حصلت. ليه يا دوت عم من مفيش ديف. حاجه حصلت ليه؟ قال لك ما ينفعش تنادي على التاج زي ما بتنادي على الاي دي، يعني لازم الكومبايلر، اصل انت بتكلم كمبيوتر في الاخر، صح؟ بكلم قطعه حديد في الاخر ببعض البيانات، فانا عشان انادي على تاج قلت هكتب اسمه على طول. ايه هو التاج ده؟ اه تاج نيم، تمام، زي البادي. لكن لو عاوز تنادي على اي دي لازم تفهمه ان ده اي دي، فراح اقول له ايه؟ يلا ده يا عم ده اي دي بيساوي كده. لا لا، قال لك هو مش السنتكس بتاعته مش كده، الرموز بتاعته مش كده. امال الرموز بتاعته بايه؟ هتشيل الحتتين دول وتعمل لي شباك، انا افهم ان هو اي دي. لما تعمل لي شباك كده افهم ان انت بتقول يا سيلكتور، هو سيلكتور ده يعني ايه؟ اه بنادي على عنصر، يا بنادي على عنصر من نوع اي دي اسمه مين ديف. يلا بينا ندور مع بعض كده، اي دي اسمه مين ديف، اي دي اسمه مين ديف، ها اه لقيت المين ديف اهو، يبقى دوت اللي اقصده بالتنسيقات. يبقى انا دلوقتي عندي طريقه مناداه باسم التاج على طول، هكتب اسمه على طول واعمل كده. بس خلي بالك لو ناديت باسم التاج اي تاج متشابه معاه في نفس الاسم هياخد نفس التنسيقات. يعني ايه؟ يعني انت قلت ديف، يبقى الديف ده هياخد التنسيقات دي، والديف ده هياخد التنسيقات دي، والديف ده هياخد التنسيقات دي. انا مش عاوز كده، انا عاوز واحد بعينه، فرحت عطيت له اي دي اللي انت قلت لي عليه. عشان تنادي على الاي دي، عفوا، عشان تنادي على الاي دي تروح عامل ايه؟ عامل شباك تقول له ده انا بكتب اي دي، وتكتب اسم الاي دي، وتكتب الستايلات بتاعتك عادي خالص جوه ايه؟ الاي دي ده. تعال نشوف الكلام ده هيشتغل معايا ولا هيشتغل. نرجع للصفحه، اه اشتغل معايا، انا قصدت الديف ده بعينه وبقى لونه ايه؟ بقى لونه ازرق. طيب ما تعالى بنفس المنوال ده نكمل مع بعض بقيه الستايلات، يعني تعالى ده ايه؟ ندي له برضه اسم، اروح اقول له ايه؟ انت الاي دي بتاعك اقول له ايه؟ المين ديف، صح كده؟
لا واحد بقى شاطر يوقفني يقول لي ايه، انت قلت لي المره اللي فاتت ان الديف ده يونيك نيم، ده اسم ما بيتكررش، يعني انت هنا قلت له اسمه مين ديف، ما ينفعش حد تاني في الصفحه يبقى اسمه ايه، اي دي بتاعه اسمه مين ديف، يبقى ده عاوز تسميه سميه اي اسم تاني، مين ديف 2 مثلا براحتك اي اسم، بس الافضل تسميه اسم ليه معنى انا اقدر افهمه لو انا هشتغل وراك في الكود. طيب انا سميته مين ديف 2، يلا واحد شاطر بقى يمليني يقول لي ايه، اكتب على طول الاسم المين ديف 2 افتح قوسين واديله يلا ايه الستايلات بتاعته. حد عنده مشكله في الاكواد اللي انا كتبتها دي؟ رحت حطيت الاكواد دي هنا. نعمل الله يفتح. شباك الأول، نعم؟ شباك نسيت الشباك. الله يفتح عليك. انا لازم اقول له ان انا بنادي على اي دي، يا كومبايلر يا كمبيوتر انا بنادي على اي دي اسمه مين ديف، مين ديف 2 خلاص، وهتديله ايه بقى الستايلات ديت. تعالى نسيف كده، هل حصل اي تغيير؟ لا ما حصلش اي تغيير. تعالى كده لو انا شلت الشباك دوت كده وتعالى نشوف ايه اللي ممكن يحصل. شلت الشباك دوت حصل ايه؟ التنسيقات بتاعت الديفين دول باظت صح كده؟ ده اخد عرض الصفحه كلها وده نزل تحتيه والفيسبوك ضرب والدنيا ايه؟ ما خدتش زي ما هي. تعالى ارجعه تاني اقول له انا من نوع اي دي وبناجي عليه واديله التنسيقات ديت، اعمل ريفريش ظهر معايا التنسيقات ايه تاني زي ما كان. اقدر بنفس المنويل دوت اعمل ايه؟ اشيل كل التنسيقات ديت من جوه ال HTML وانقلها فين؟ وانقلها هنا في الهيد. طيب انا هسيب ديت تبقى تاسك ليك ان انت تطلع التنسيقات بتاعتك فين؟ في الهيد. تعالى نتكلم مع بعض على اخر حاجه ونختم بيها النهارده، هو شكل الانبوت ده. بص شكل الانبوت ده شكله كده ايه؟ لذيذ كده شويه، يعني تحسه كده ابن ناس جميل كده. طب يتعمل ازاي الكلام ده؟ تعالى كده مع بعض بعد ما عملنا ان هو يتميز بالسرعه ومش عارف ايه، احنا فين؟ في الحته التصميميه ديت. طيب بعد البلوك دوت هروح اعمل ايه؟ اعمل ديف عشان نشيل الاثنين دول مع بعض، فروح اعمل ديف كده. الديف دوت هياخد انبوت، ممكن اعملها بالزنتج. كتبتها ازاي؟ انبوت كتب كده في اثنين، عمل لي اثنين انبوت. الاثنين انبوت دول المفروض يجوا جنب فين؟ يجوا جنب بعض. تعال نشوف التصميم. الاثنين انبوت جم جنب بعض وفعلا قريب من التصميم. تعال نشوف كده، لا ده بعيد خالص. ايه الشكل الجميل ده وايه الشكل الوحش ده؟ طيب ازاي احول التصميم بتاعي من الشكل دوت للشكل الثاني؟ تعال واحده واحده كده نفكر مع بعض. ده واخد ايه؟ اول حاجه ده طوله مختلف اطول شويه صح؟ يبقى اروح اقول له ايه؟ اقول له والله تعالى هنا انا عاوز ادي دوت حبه تنسيقات، فانا عارف الكلام ده خلاص. هقول له اي دي، الاي دي بتاعه اقول له ايه؟ ده الفيرست انبوت مثلا، خلاص اي اسم انا بسميه بالاي دي ده. اخدت الاسم دوت وعاوز انادي عليه فوق، طلعت فوق هنا، هل اكتبه جوه الكوز ده؟ اطلع هنا واكتب كده الانبوت واروح فاتح واكتب التنسيقات. حد عنده مشكله في اللي انا بعمله ده؟ تحت على طول تحت منه، ده حاجه وده حاجه. اكتب هنا، هنفتح حاجه جديده ونكتب فيها، مش في نفس الكورس يعني بتاع مين ده؟ امسح ده يعني نديب اسمه، نديب اسمه هاشتاج باسمه. يعني انت بتقول ايه يا باشمهندس او بتقول ايه يا باشمهندسه؟ ان بعد، بس اطلع بره الكورس يا باشمهندس الاول. حاضر. يعني انت بتقول ايه يا باشمهندس؟ ان بعد قفله الاقواس بتاعت اللي بتعني مين؟ السلكتور ده، ابتدي اعمل واحد جديد. يلا نجي عليه شباك، يبقى بقصد مين؟ اي دي. يلا ادي له بقى الاي دي بتاعه بالشكل دوت، واقول له ان الهايت بتاعه زوده شويه، خليه ايه؟ 100 بكسل. خلاص؟ تعال نشوف شكله ايه؟ بص كبر معايا، الطول بتاعه زاد قوي، بس زاد بزياده عن اللزوم. تعال نرجعه تاني يا عم، انا اسف، خليه 50 بكسل برضه زياده. تعال نخليه ايه؟ 30. ما بعمل ستايل، لا ده انا هحطها فوق احسن. بص كده الطول بتاعه قريب شويه من طول مين؟ من طول دوت، صح كده؟ طيب الحاجه الثانيه، الحواف بتاع دوت حاده. بص الحواف بتاع دوت عامله ايه؟ دائريه كده شويه صح؟ فيظهر عندي حاجه اسمها بوردر ريديوس. يعني ايه بوردر ريديوس؟ يعني حواف الاطار. هو مش راضي يترتب ليه؟ ترتب تمام. انا فين؟ في الفيرست انبوت ده صح، اللي هو مين؟ اللي هو الانبوت ده. طيب هروح اقول له ايه؟ هقول له انت هتاخد حاجه اسمها بوردر ريديوس، خلاص، الحواف بتاعت الايه؟ بتاعت الاطار. عاوز الحواف الاطار دي قد ايه؟ هقول له والله الحواف الاطار دي خليها لي ناعمه بدرجه 30 بكسل. وريني الكلام ده يطلع معايا ايه؟ بص ال 30 بكسل عملت ايه في الحواف؟ بس زياده عن اللزوم، ده حواف بس مش للدرجه دي يا عم، انت ايه؟
تعال نقلل شويه قيمه. لا انا مش عاوز 30، انا عاوز ايه 3 5 بكسل. سيف كده، ارجع للصفحه بتاعتك. اه ابتدى ياخد ايه انحناءات من جميع الجوانب بتاعت ايه بتاعت البوردر. طيب شايف اللون بتاع البوردر دوت؟ بص اللون بتاعه ده، ده لون جراي فاتح كده. ازاي ادهوله؟ طب ما انا عارف، انا ممكن اقول له هنا البوردر بس كده، واديله ايه الثلاث حاجات اللي ممكن ياخدها. لا طب انا عاوز اديله قيمه واحده، يبقى زي ما الباشمهندس قال ايه بوردر كلر، اللون بتاعه عاوزه ايه؟ اقول له والله ده لونه جراي كده. ارجع كده، انا سيفت لونه جراي، انا مش واخد بالي. 3 تمانيات احسن. ايه ايه؟ نعم 3 تمانيات. هاش 3 تمانيات. في حاجه مش مظبوطه، فتعالى هنا اقول له ايه يبقى الدرافت. اه بياخد بس انا مش واخد بالي. طب تعالى هنا نديله التنسيقات تاني بتاعت البوردر. تعالى هو انا اقول له ايه، انا عاوز والله ده عاوزه خفيف، هقول له 3 بكسل بس. عاوزه اللون بتاعه زي ما الباشمهندس قال 3 تمانيات. عاوز النوع الخط بتاعه اسمه سوليد. سايب الكلام ده، طلع معايا برده اللون الرصاصي، بس انا مش عارف ليه عامل كده. ممكن عشان الباك جراوند برضه يا باشمهندس لونها. الغلطه اللي عندنا ايه؟ ان انا كنت عامله هنا بوردر كلر، لا انا عاوز اديله بوردر بس واديله التنسيقات بتاعته. خلاص بص كده، انا لما عملت له التنسيقات بتاعته اه، بس اللون غامق شويه، فتحه شويه. تقدر تقف هنا بالماوس، مش عارف ده اقف هنا بالماوس، تقدر ايه تفتح اللون دوت زي ما انت عاوز، تجيب الدرجه اللي انت عاوزها. سيف كده الكلام دوت. اه انا فتحت الدرجه غصب بزياده عن اللزوم. تعالى ايه نقللها تاني شويه، نزودها شويه، زادت معايا شويه اهي او كده. طيب انا عاوز ازود الانحناء سنه زياده. خلاص العب في البوردر ريجز زي ما انت عاوز. قول له ايه مش 5، لا انا عاوزه 8 بكسل. سيف كده، اه اخد انحناء ايه 8 بكسل شويه. طيب بص القلم بتاعي، القلم بتاعي لازق في الشمال، انا عاوزه يبقى في اليمين. اقول له ايه نفس الانبوت ده، اقول له ايه انا عارف اليمين تكست الاين رايت. سيف كده يا عم. اه بص القلم بقى في اليمين. طب انا ما يهمنيش القلم في اليمين، ارجع كده للتصميم. كلمه اسم العائله ديت ده تخين شويه، تعالى بس نقلله واحد يبقى كده او اتنين. تمام، اسم العائله مكتوب هنا كهنت، يتعمل ازاي الكلام ده؟ الناس الشاطره تقول لي والله ده سهل خالص. انت تروح هنا وتقول له ايه بليس هولدر، تقول لي ايه ان ده اسم العائله. سيف يا عم الكلام ده. اه ظهر معايا اسم العائله، بس لا مش حلوه. بص كده دي احلى، دي بص بعد بعيده شويه عن الانبوت. بص بتاعتك انت لازقه خالص، اتعمل ازاي؟ بادنج. الله ينور، رائع من باشمهندس الجامد ده عبد الرحمن ربيع. الله ينور يا باشمهندس. يبقى انا هقول له الانبوت ده ايه، خد يا عم بادنج اللي هو ايه هامش داخلي. اقول له من ناحيه ايه، انا عاوزه من ناحيه الرايت قد ايه؟ 10 بكسل. سيف يا عم الكلام ده. اه اتحرك معايا اسم العائله ايه سنه شويه كده، بس عاوز الكلام اكبر شويه، فاروح اقول له ايه ده انا عارف الكلام اكبر، يلا فونت سايز قد ايه لارج مثلا. سيف كده الكلام ده، كبر معايا ايه اسم العائله، قرب شويه من شكل ايه من شكل الانبوت ده. طب انا عاوز نفس التنسيقات ديت تبقى على الانبوت الثاني. ما خلاص انا عارف بقى، ما فيش مشاكل فيها، اروح اقول له ايه هدي نفس التنسيقات ديت بس الاسم ثاني، بدل ما في يبقى الفيرست يبقى ايه السكند انبوت، واروح تاني للانبوت التاني ده اقول له انت هتاخد اي دي اسمه ايه؟ اسمه السكند انبوت. سيب يا عم الكلام ده. اه ظهر معايا الاثنين بس بعض. بس هل صح؟ الله ينور عليك يا باشمهندس. هل صح ان انت تقعد تكرر الكود كده؟ امال ايه؟ امال المفروض اعمل ايه؟ زي ما الباشمهندس قال، انت مش قلت لي ان انا ممكن ادي اسم يتكرر معايا لاكتر من حاجه؟ اه يعني مين؟ يعني كلاس. مش انا ممكن اقول له هنا ستايل او مثلا نسميه ايه الانبوت ستايل، ده اسم كلاس. هل الكلاس ده ينفع اسمه يتكرر؟ اه ينفع اسمه يتكرر. يبقى انا هنا بقول له ايه يا انت الاسم بتاعك اسمه انبوت ستايل، وانت الاسم بتاعك انبوت ستايل، فلو رحت ناديت على الانبوت ستايل مره واحده واعطيته تنسيقات مره واحده هياثر على مين؟
هيأثر على الاثنين انبوت دول. طب ما تيجي نجرب الكلام ده. تعالى بس ناخد البليس هولدر ديت، كان اسمه ايه الاسم الاول، سيف. مفيش حاجه ظهرت معايا. ليه يا عم مفيش حاجه ظهرت معايا؟ تعالى نراجع الكود تاني. انا معايا كلاس اسمه ايه انبوت ستايل، طلعت فوق. انا نسيت اغير الاسماء. طيب حاضر، يلا هنيجي هنا على ايه الانبوت ستايل واقول له خد التنسيقات دي. سيف يا عم، ارجع للصفحه. برضو مفيش حاجه ظهرت معايا. ليه مفيش حاجه ظهرت معايا؟ نعمل دوت في الاول لما نيجي للثديه. الله ينور الباشمهندسة. بتقول لك ايه، انت لما كنت بتنادي على تاج كنت بتكتب اسمه على طول، لما بتنادي على اي دي بتقول له ايه الشباك ده انا اقصد بيه اي دي، فيا اي دي اسمك ايه من ديف، اديله التنسيقات دي. لكن لما تيجي تنادي على كلاس لازم تفهمه برمز تاني. فالباشمهندسة بتقول لك ان الرمز بتاع الكلاس هو ايه، هو الدوت ده. فانا كده بقول له دور على كلاس واخد انبوت ستايل اديله التنسيقات دي. هيدور كده معايا على الصفحه، لقى اتنين كلاس هم واخدين نفس التنسيقات، نفس الاسم، هياخدوا تنسيقات واحده. هل الكلام ده هيشتغل؟ تعال نشوف مع بعض. فعلا اشتغل. كتبت الكود مره واحده بتاع التنسيقات، اتطبق على ايه؟ على اتنين اليمنت. لا ده انا ممكن يتطبق على 20 اليمنت زي ما انت عاوز. ادي بقى وزع الكلاس ده في اي مكان يشتغل معاك ايه الكلاس بتاعك. حد عنده اي سؤال؟